السلام علیکم سامعین، 30 محرم الحرام اور 6 اگست ہے. آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.